افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر السيد جميل بن محمد علي حميدان الفرع الجديد لبيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر بنك الأسرة سابقا الواقع في منطقة البديع، ويخدم الفرع الجديد لبيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر الأسرة ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من خدماته التمويلية في منطقة البديع والمناطق المحيطة بها، بحيث يواصل دوره في تحسين مستوى دخل مئات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار المواطنين وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل عبر تمويل أفكارهم ومشاريعهم وتقديم الاستشارات المناسبة لهم، فضلا عن تزويدهم بالخطط اللازمة لتسويق منتجاتهم وتدريبهم على مهارة إدارة الأعمال الأساسية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير حميدان بأن بيت الأسرة حقق خلال السنوات العشر الماضية تطورا بارزا في صناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين من خلال تقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية، مشيرا إلى أن إجمالي حجم التمويل تجاوز 14 مليون دينار بحريني، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه لا تزال هناك خطط مستقبلية يجري العمل على تنفيذها لدعم الأسر ورفع مستواهم المعيشي من خلال طرح مزيد من التمويلات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار حميدان إلى أن بيت الأسرة أسهم في خلق المزيد من فرص العمل في السوق، ما أدى إلى تعزيز مساهمة الأسر المنتجة ورواد الأعمال المستفيدين من خدماته التمويلية في دورة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية.